قبعة جرد تحولت لمزار سياحي مهم. في شيكاغو السياحة يعني حدائق لينكولن بارك، واحدة من أقدم الحدائق في أمريكا الشمالية، وريغلي فيلد ثاني أقدم ملعب بيسبول في الولايات المتحدة، ومتحف شيكاغو التاريخي، ومؤخراً حفرة على شكل فأر. الحفرة أو أثر الجرذ موجود منذ عقود بحسب روايات مختلفة للسكان، والقصة الأكثر تداولاً أن فأر أو سنجاب سقط من أعلى شجرة بلوط على بقعة إسمنتية طرية، ومرت سنين وسنين واختفت الشجرة واختفى الفار وبقي أثره. جميل، وصل الاهتمام بالحفرة الآن. السر بسبب منشور ساخر على موقع إكس لممثل كوميدي مقيم في شيكاغو، أعجبه شكل الحفرة وقرر توثيقها على حسابه. في غضون يومين حقق المنشور ملايين المشاهدات. المنشور ألهم سكان شيكاغو لزيارة البقعة الأيقونية، وصدق أو لا تصدق، بدأ بعضهم في تقديم القرابين إليها، شموع وعملات معدنية ونصب تذكاري مصغر لإحياء ذكرى الفأر السمين أو السنجاب ربما. المفارقة أن شيكاغو تم اعتبارها مؤخراً المدينة الأكثر احتضاناً للفئران في الولايات المتحدة، وللسنة التاسعة على التوالي.